بدي أحكي عن important topic بعالم الأديتينج بمايكروسوفت وورد. It's called headings and styles. Heading معناته عناوين، أما styles معناته أنا في عندي format عمله save، هيدا الفورمات بدي استعمله بكذا مطرح. الهيدينج ممكن يكون عنده ستايل، ولكن الستايل مش بالضرورة يكون في عنده هيدينج. الجروب اوف ستايلز موجود بالهوم تاب يلي عندي هون، هون ببين عندي هيدينج عنده ستايل، هيدينج عنده ستايل. باي ديفولت وقت ما بلش انا بكتب بقلب المايكروسوفت وورد، بمجرد ما فتحت الصفحة وغيرت البيج وحطيتها A4 بدي بلش اعمل تايبينج. اي تكست بتعمل له تايبينج من دون ما تغير بالهيدينج او تغير بالستايلز، it will follow the normal style. Normal style هو by default is assigned لكل شيء في عندي paragraphs وكل شيء في عندي titles، ولو حتى إذا أنا جيت هلا على كلمة introduction هون وقلت له بدي إياها bold وبدي إياها italic و underline بتضل following normal style، ولكن بمجرد أنا ما رجعت عملت له selection لintroduction وقلت له بدي إياها normal حيرجع لي إياها مثل الباقيين كلياتهم. فأنا إذا بدي أعمل differentiation للintroduction على normal style so I need to create a new style، وممكن يكون هيدا ستايل الجديد اللي انا عامل له كرييشن بدي اعمل له بايندينج على هيدينج موجود عندي بقلب الوورد دوكيمنت. شو معناتها هيدينجز؟ هيدينجز معناتهم عناوين بيلزموني كتير اذا بدي اعمل تيبل اوف كونتنت بعدين. كم ستايلز بقدر اعمل بقلب مايكروسوفت وورد؟ بقدر اعمل as many as I want، بس كم هيدينج؟ مبدئيا المايكروسوفت وورد عم بيعطيني 9 افيلبل، بشكل عام انت منك حتحتاج اكثر. حاعمل زوم ان بقلب هيدا الدوكيمنت، حبلش استعرض الستايلز الموجودين عندي. اذا انا واقف على الانترودكشن it is following the normal style، اذا واقف على الباراجراف it is following the normal style as well. طب بركي الانترودكشن بدي اياها شوي differentiated، بعلم عليها كلياتها، حعلم على كل الباراجراف، حقله بدي اياها bold، حقله كذلك الامر بدي اياها small caps، حقله okay، حارجع كمان اقول له السايز بدل ما يكون 11 بدي اياه 14. سو صارت مميزه عن باقي التكست. إذا كان أنا هلأ هيدا الستايل بدي يكون applied على كل شيء في عندي titles مثلا مثل related works أو إذا بدك project schema، فإذا بتطلع بكل بساطة بتكبس على الparagraph مطرح ما موجود عندي هيدا title and you can create your own style. ولكن الأزبط والأجمل واللي حيكون بيلزم لك أكتر أنه أنت تعمل sorting للheadings تبعونك. Let's assume أنا عندي هيدا الدوكيمنت بيتألف من 5 عناوين أو 3 عناوين أو عنوانين، حناخد بعين الاعتبار نحنا 3 عناوين، فإذا عندي heading 1, heading 2 and heading 3. هيدا الستايل I need it to be the first one، يعني heading 1. فبيجي بكل بساطة بطلع على الستايلز بقول له أنا بدي يكون heading 1، ولكن إذا كبست عليه حيعمل لي imposing للستايل اللي هو already موجود by default بقلب مايكروسوفت وورد. أنا مش هيدا اللي بدي إياه، so control Z undo، حاجي اقول انا بدي هيدا الستايل ينعمل ابديت على الهيدنج 1، بعمل رايت كليك وبقول له ابديت هيدنج 1 تو ماتش سيلكشن. فبصير عندي انا هون الانترودكشن بيحط لي حد هيدا الفلاش، معناتها ان هي هيدي هيدنج وكل شيء تحتها حيعتبره نورمال، فاذا كبست على الفلاش بيضب لي كل شيء موجود تحت الهيدنج 1. فاذا تخلي بس هيدا الباراجراف يكون تابع للانترودكشن، حارجع افصل هيدا التايتل وكمان قول بدي اياه هيدنج 1، لانه هيدا عنده نفس الفيتشرز تبعون الانترودكشن. فاذا بكفي اني اوقف على الريليتد وركس وبطلع بكبس على الهيدنج 1، فبلاحظ انه اوتوماتيكلي صاروا لاحقين بعضهم. كذلك الامر البروجكت سكيما بدي اياه هيدنج 1، حارجع كمان انزل للريزلتس كمان بدي اياه هيدنج 1، وحارجع كمل بكونكلوجن كمان بدي اياها هيدنج 1. فهيك بيكونوا كلياتهم صاروا assigned على heading 1، وكل شيء normal تحت ال heading 1 إذا بيجي بقول له بس خبي لي هني، فحلاحظ إنه كل شيء normal تحت ال project schema صار مخبى. كذلك الأمر إذا بيجي على results، كذلك الأمر على conclusion، وإذا برجع بطلع على فوق كمان على related works وعلى introduction صاروا كلياتهم heading 1 وفي عندهم information تحتهم. طب بركي بدي أعمل creation ل heading 2، حأنزل على related works، حأرجع أعمل له expansion، حأعمل Enter. بمجرد ما كبست Enter حلاحظ انه دغري رجع على Normal and it's following الفورمات اللي عم بستعمله بالتكست عندي هون. طيب حنيجي نقول هالمرة Related Works انا بدي اعمل Subheading اول شيء، فاذا حاكتب هون مثلا Part 1. Part 1 معناته انه انا هيدا عندي Title موجود تحت Related Works، ورح ارجع انا كمان تحت الباراجراف الاول اقول له هون بدي Part 2، فاذا هيدا بده يكون Heading 2 وهيدا بده يكون Heading 2. برجع لهون بتطلع بلاقي الهيدنج 2 عنده ديفولت فورمات مش هيدا اللي بدي اياه. ليتس اسيوم انه انا هيدا البارت 1 بدي السايز تبعه يكون 13 وكمان بدي اياه يكون ايتاليك، بس مش ححط بولد.
فبدي هيدا كمان يلحق هيدا. فبجي على البارت 1 بعلم على الباراجراف كلياته، بطلع على الهيدنج 2 رايت كليك وبقول له ابديت هيدنج 2 تو ماتش سيلكشن. الستايل اللي موجود عندي هون صار بايندد على الهيدنج 2، والبارت 2 كمان بدي اياها هيدنج 2. بكفي اني بس اوقف على الباراجراف اللي موجود عليه بارت 2 وبقول له بدي اياها هيدنج 2 and it will be automatically updated. خلوني اجي هلا واقول بدي اعمل هيدنج 3. حاجي انا هون على هيدا الباراجراف واقسمه لقسمين وبدي احكي شوي عن سب سكشن. هعمل انتر وافتح باراجراف جديد، وليتس اسيوم هون انه انا عم بحكي عن الايرث، وليتس اسيوم انا هون عم بحكي عن السي. هعمل سيلكشن على الايرث واقول الفونت هون بدي اياه يكون 12، وحارجع بكل بساطة اقول هيدا الستايل اللي انا عملته هون بدي اياه يكون assigned على heading 3. خلونا اسا كمان اذا بدكم نعمله italic. فاذا انتو assign it on heading 3 بطلع بكل بساطة بكبس على الفلاش حتى يبين عندي heading 3 بلاقيها موجودة هون. هيدا الديفولت فورمات ما بدي اياه، right click update heading 3 to match selection. واذا بدك السي يكون كمان تابع للheading 3 فبتطلع كمان بكل بساطة بتكبس وبتقول صار بدي اياه هيدا على الheading 3. من جمالية الهيدنج انه انت اذا غيرت بوحدة اوتوماتيكلي كل الباقيين بيتغيروا معها. فاذا شو حنعمل؟ رح نرجع نحن نطلع على اول هيدنج بالانترودكشن، حقول بدل ما يكون 14 صار بدي اياه يكون 16، فكبر التكست فالتاني ما تغيرت معها. تتتغير التاني معها بكل بساطة برجع بوقف على الباراجراف اللي موجود على الهيدنج 1، بطلع لفوق وبعمل رايت كليك ابديت تو ماتش سيلكشن، فبيصيروا كل الباقيين مثلها. Moreover صار في عندي مشكلة هون البروجكت سكيما والبروجراف، تتقدر انت تزبط هيدي المشكلة وتخليه هيدا الهيدنج على طول ماشي مع البروجراف تبعه. تيجي بتكبس عليها وبتقول له بدي بالبروجراف، بكبس على التيك وبقول له line and page breaks، وبدل ما الودو and orphan تكون دايرة حندور معها شغلة تانية ألا وهي keep with next. هيدا الهيدنج دايما بدي يكون تابع للبروجراف تبعه، بقول له اوكي. هلأ برجع بجي عليها من هون وبرجع بقول له update to match selection. فبلاحظ اذا برجع بطلع على الهيدنج 1 بوقف عليا هون بكبس على الباراجراف وبرجع بطلع على اللاين ان بيج بريكس، صار اوتوماتيكلي عم بيكون الهيدنج منو تايتل لحاله اذا سائب وجوده باخر البيج عم بدل يعمل فولوينج مع الباراجراف. حنحكي اسا اكثر عن هدول المعلومات وقت ما بدنا نشرح البروجكت تبع التيسس ريبورت، وحتلاحظوا قديش هيدي الفكره كتير مهمه وكتير اساسيه اذا كنت عم تعمل اديتنج لدوكيومنت كتير كبير بقلب مايكروسوفت وورد.